دوره بيّن وزير المالية الباكستاني أسد عمر أن المملكة وباكستان تربطهما شراكة اقتصادية وتجارية قوية. كما بيّن أن زيارة سمو ولي العهد إلى إسلام أباد ستساهم في الرقي بهذه الشراكة إلى مستويات أعلى. هذه فعلا زيارة تاريخية، فالسعودية وباكستان لديهما علاقات تاريخية ثنائية على المستوى الوطني والمستويات الرسمية، وسوف تأخذ هذه الزيارة العلاقات بين البلدين إلى مستوى آخر، بالتحديد الشراكة الاقتصادية، وستأخذ هذه العلاقات التجارية على مستوى أعلى بناء على العلاقات التاريخية في المجالات الدولية والاقتصادية والتي لم تكن قابلة للكشف من قبل. فإن إجمالي المشاريع لو جمعناها في الوقت الحالي تصل إلى حوالي 120 مليار وربما أكثر من ذلك، وهذه هي البداية. وكلا الجانبين لديهما محددات واضحة وقوية من قيادة البلدين بفضل الملك سلمان والأمير ولي العهد محمد بن سلمان.